الباب 107. باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. فيه قوله صلى الله عليه وسلم: وكل مما يليك، متفق عليه كما سبق. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما، ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها، ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد. ذروتها أعلاها بكسر الذال وضمها.